قد يتعرض شخصان لنفس المرض، غير أن مقاومة الجسم تختلف من شخص لآخر. الأمر يتعلق بمناعة كل واحد منهما. مختصو التغذية يؤكدون على العلاقة بين مناعة الجسم والتغذية. هناك أغذية عديدة تقوي مناعة الجسم ينصح بها الأخصائيون، على غرار التمر، الزبيب، الثوم، والخضر التي تحتوي على الألياف كالسلطة، السبانخ والخيار. البروكولي، الطماطم، الجزر خضر تقوي المناعة. من الأفضل أكلها غير مطبوخة للحفاظ على الفيتامينات التي تفقد بالحرارة. الفيتامين أ يحفز إنتاج الخلايا البيضاء المناعية. نجده في بعض الأغذية الحيوانية كالكبد، البيض، وكذا مشتقات الألبان. ينصح مختصو التغذية بالرأي بالمنزلي الصنع الغني بالبروبيوتيك الذي يرفع من مستويات البكتيريا النافعة ويمنع البكتيريا الضارة من عبور الأمعاء، وبالتالي يساعد على تقوية المناعة. الفيتامين سي عنصر مهم لتقوية جهاز المناعة، نجده في الفواكه الجافة والحمضيات على غرار الليمون والبرتقال. ينصح بشرب عصير البرتقال لأنه يحتوي على أكبر نسبة من الفيتامين سي. أما بالنسبة للمصابين بداء السكري فينصح بتناول حبة برتقال بدل العصير لتواجد الألياف المفيدة لهم.